أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن إنزيم الكالاين فوسفاتيز. أكيد بتعرفوا إنه بالنسبة لكلمة فوسفاتيز الوظيفة بتاعت الإنزيم اللي هو إيه، كلمة فوسفاتيز ريموفال أوف فوسفيت جروب، بعكس الكاينيز أو الفوسفوريليز على سبيل المثال. يعني هنا بنحكي على الإنزيم اللي هو زي ما بيحكي كاتالايز هيدروليسيز أوف طبعا فوسفو مونسترز، يعني هو بيشتغلش على سبستريت بالتحديد، هو بيشتغل على رابطة اللي هي الاستر. الاستر بوند هذا ممكن نلاقيها مثلا في التراي اسايل جلوسرول، تعرفوا 3 فاتي اسيد مع جلوسرول، او سفنجوليبيدز على سبيل المثال. هو ما بيشتغلش، كمان مرة بنأكد، ما بيشتغلش الالكالين فوسفاتيز على سبستريت محدد، هو بيشتغل على الرابطة الاستر بوند. طبعا هو عبارة عن هيدروليسيز رياكشن مع وجود او باضافة المي يعني. طبعا من اسم الكالاين اللي هو ايه، بيشتغل ات الكالاين كونديشن من 9 ل 10. نرجع نأكد نون سبيسيفيك انزيم بمفهوم او بمعنى انه ايه، ما بيشتغلش على سبستريت محدد، وانما بيشتغل على البوند او الرابط اللي هي الاستر بوند. يعني طبعا شغل بيتطلب كوفاكتور اللي هو ايه، او كواكتيفيتور اللي هو المغنيسيوم. هاي الرياكشن اللي بيشتغل عليه على سبيل المثال هنا مجموعة الفوسفيت، وهنا قد يكون الكين او اي استراكشر كحول غيره على سبيل المثال، وهي المقصود، هي الرابطة اللي بده يشتغل عليها الالكالاين فوسفاتيز. طبعا هيدروليسيز رياكشن مع وجود المية، مع وجود الانزيم والبي اتش المناسب له، الالكالاين كونديشن هاي اللي بصير اضافة او الهيدروليسيز بطبيعة الحال، وهنا يؤدي الى ايش، ريموفال او ليبريشن اوف فوسفيت جروب. هاي شغل الانزيم. بالنسبة للتشو سورس موجود في أماكن كتير يعني، بالتحديد بشكل أساسي يعني، لكن خلينا نشوف الهاي كونسنتريشن اللي حنلاقيه في الانتستين على سبيل المثال، في الليفر والبون، واحنا حنركز على الأمراض المتعلقة في الليفر وفي البون في الحالة هذه. يعني حنلاقي موجود في السبلين، في البلاسنتا، اند في الكدني، في الكدني كمان يعني. بس ننتبه انه ما دام نحكي في الانتستين، هنشوف كمان الصور كمان دور كمان في حكاية البلاسنتا والبريجنانسي، بس ما دام الانتستين موجود ايزونزايم في الانتستين، المعنى انه مسألة انه الفاستنج لاخذ عينة للالكالين فوسفاتيز مسألة ممكن تكون مهمة شوية، لانه اكيد لما يكون الانتستين في اكل موجود او في دايجيشن، معنى بتكون اكتف، معنى كده بكون سكريشن اعلى او انتاج اعلى للانزيم. هو بطبيعة الحال كانزيم موجود في الممبرين بتاع السيلز، خدوا بالكم لانه الممبرين تحتوي على اللي هي كميات كبيره من الدهون، او الاستراكشر بتاع الممبرين يحتوي كميات كبيره من الدهون، هو المكان اللي بلزم يشتغل فيه. طبعا دهون تحتوي على استر بوند كتير، يعني هو المكان اللي بلزم ايه لشغل الالكالاين فوسفاتيز او لشغل الانزيم. طيب بالنسبه للسيجنيفيكانس او الدايجنوستيك سيجنيفيكانس، خلينا نحكي اللي هو ايه، مهم في مساله الدايجنوسيس اللي هو هيباتو بلياري اند بون ديس اوردرز. بون ديس اوردرز ممكن تكون مفهومه يعني، بس هيباتو بلياري خلينا نحكي، احنا قبل كده كنا بنحكي على الاي ال تي الانايل امينو ترانسفيريز على سبيل المثال، وكنا بنحكي والاي اس تي كمان، بس كنا بنحكي اللي هو ايه، هناك الانتراس انترا هيباتيك او بمعنى اخر بارينكامالس او الهيباتوسايت. هنا لما بدي اقسم الليفر لمناطق السيلز والهب والهيباتوسايتس اللي بتكون دايجنوستيك اذا صار فيها دامج، اللي هو بتكون دايجنوستيك من خلال اللي هو ايش، الالاناين امانو ترانسفيريز بشكل اساسي يعني. بس هنا الهيباتوبيلياري المقصود فيها اللي هو ايه، الداكس اللي موجوده في داخل الليفر واللي بعد كده بتطلع في الليفر وبتلتقي مع الكومون بايل داكت. يعني انا بحكي هنا على القنوات تحديدا الهيباتوبيلياري اللي هي موجودة في الليفر، مش البارينكايمال او الهيباتوسايت اللي موجودة هناك. الهيباتوسايت كنا بنحكي مع لما بدنا نشخص الدمج فيها من خلال الاي ال تي، هنا الهيباتوبيلياري اللي هو بعني فيها كمان مرة الداكتس او القنوات اللي موجودة في الليفر او بين الخلايا هاد، وبتجتمع مع بعض عشان تؤدي لكومون داكت اللي في النهاية بتصب في الكومون بايل داكت اللي بتلتقي مع الداكت اللي جاي من البلادر وغيره يعني. طبعا هنا اللي هو احد الانزيمات اللي عشان يعمل اسسمنت للهيباتوبيلياري ديزيز زي الكوليستاسيس على سبيل المثال، وخدوا بالكم هيباتوبيلياري دائما بنحكي عنها بنسميها كوليستاسيس، يعني اللي هي بتعني بشكل او باخر اوبستراكتيف ديزيز، يعني تسكير او اغلاق او دمج في القنوات هذه اللي ايش طالعه من الليفر يعني.
كمان مرة هيباتوبيليار ديس اوردرز، نعيد كمان مرة، are more predominant in obstructive condition، لأنه هنا بحكي على القنوات اللي موجودة في الليفر اللي بتتجمع مع بعض عشان تصب في كومون داكت يعني. طبعا هنا بعكس اللي هو الهيباتوسيلولار ديس اوردرز اللي بتتعلق بايش؟ الخلايا نفسها، واللي كنا بنحكي دايجنوستيك الها اللي هو ايش؟ الانايم امينو ترانسفيريز. هنا بنحكي عن بس على المشكلة الثانية اللي ممكن نعملها اسسمنت من خلال اللي هو الكالاين فوسفاتيز اللي هو البون ديزيز، واحنا يمكن في بداية الشابتر كنا بنحكي عن ايه اكزامبلز على ايه، اخذنا اللي هو الالكالاين فوسفاتيز اللي بكون اكتف او بكون بزيادة خاصة عند الأطفال، لأنه عملية الإمبريونوجينيسيس شغالة وتكوين العظام شغالة، فالخلايا العظم الأوستيوبلاست بتكون نشطة أكثر من غيرها أو أكثر من الأدلت يعني. عشان كده بكون حتى الريفرنس رينج بتاع الألكالاين عند الأطفال بكون أعلى منه عند اللي هو إيش؟ الأدلت يعني. طيب هنا بنحكي ان بليري اوبستراكشن او بليري تراكت اوبستراكشن، هل بنحكي على القنوات اللي موجوده يعني. خلينا بنشوف ارتفاع الالكالاين فوسفاتيز ممكن يصل 3 ل 10 اضعاف الابر الابر ليفل نورمال يعني. بطبيعه الحال هذه المسائل اللي احنا بنسميها كوليستاسيس او الاوبستراكشن، بليري تراكت اوبستراكشن او مرض بسمى كوليستاسيس يعني. بعكس مثلا اللي بصير في حكايه الهيباتايتس او السيروسيز اللي هي مسألة هيباتو سيلولار، مسألة دمج في الخلايا نفسها، أنا بحكي اللي هيباتايتس أند سيروسيس، واللي كنا بنحكي اللي هو إكزامبل أو بساعد في تشخيص اللي هو الـ ALT أو الـ Alanine Amino Transferase. بطبيعة الحال كمان يعني الكالان فوسفاتيز ممكن نستخدمه في أذر تيست أو في أذر تعمل دايجنوس لأذر تيست يعني، بس خلينا نقول اللي هو إيه ممكن بشكل اساسي زي ما حكينا في الهيباتوسيل سوري في البيلياري ديزيز او الكوليستاسيس، بالاضافه لحكايه اللي هو ايه البون ديزيز. عندنا مجموعه من اسماء البون ديزيز اللي ممكن يساعد في تشخيص اللي هو الكالين فوسفاتيز، عندنا باجيت ديزيز عباره عن اوتو اميون ديزيز يعني، اوستياس اوستايتس ديفورمانس، اوستيوماليجيا، راكيتس، هايبر باراثايرويديزم، ان اوستيوجينيك ساركوما، كل هذه عبارة عن اللي هو معظمها متعلق بالبون ديزيز اللي ممكن يساعد الالكالاين فوسفاتيز في تشخيصها يعني. بالنسبة للبريجنانسي واحنا قلنا انه في من ضمن الايزونزايمز اللي هو ايه بلاسنتال ايزونزايمز بلاسنتا. بالنسبة للنورمال بريجنانسي هنلاحظ انه ممكن تطلع زيادة على مستوى الالكالاين فوسفاتيز حوالي مرة ونص، وطبعا الزيادة هذه بتكون ما بين اللي هو ايه الاسبوع 16 لل 20 من إيه بداية البريجنانسي يعني. وطبيعة الحال بتظل الزيادة موجودة لغاية الست ما تلد، بعد كده بعد الميلاد بثلاث لست ايام برجع للوضع الطبيعي للمستوى الطبيعي. لكن في حالات الكومبليكيشن للبريجنانسي زي البريكلامسيا وكلامسيا والهايبرتنشن ممكن نلاحظ انه زيادة حصير في الالكالاين فوسفاتيز. على سبيل المثال في حكاية البريكلامسيا اللي هي عبارة عن حالة بتصير مع الستات عبارة عن هايبرتنشن ريتنشن اوف ووتر، بصير عندها البومينوريا، وعشان كده يعني هذا ممكن احد الاسباب اللي تخلينا نتابع اللي هو البروتين او البروتين او الزلال في الستات الحوامل يعني. طبعا البريكلامسيا ممكن تمتد او تتطور لايه حاجة بنسميها اكلامسيا اللي هي ممكن تصل اللي هي توكسيك كونديشن، ممكن تتم اثناء الميلاد او اثناء الحمل او حتى بعد الحمل. بطبيعه الحال ممكن الست تدخل في كوما يعني. كل الشغلات هذه برضو اللي ممكن يزيد فيها اللي هو ايه الالكالاين فوسفاتيز. خلينا نحكي على الايزونزايمز بتاعت الالكالاين فوسفاتيز. عندنا ميجر ايزونزايمز زي ما مر علينا ليفر، في الليفر وفي البون في الانتستين وفي البلاسنتا يعني، لكن هذول طبعا النورمال موجودات يعني. لكن بدنا نحكي عن ابنورمال فراكشن يعني، مش الميجر ايزونزايمز يعني. ناخذ البلاسنتا على سبيل المثال، لو تعدل في شويه بيطلع عندنا تو فراكشن او تو ابنورمال فراكشن من الالكالاين فوسفاتيز. هذول عاده بنلاقيهم في سبيسيفيك كونديشن اللي هو نيو بلازم في بعض حالات التيومر يعني. عشان كده التو ايزونزايمز هذول اللي هن ابنورمال وموجودات بس في حالات او بعض حالات النيو بلازم كمان يعني، اللي احنا بنسميهن ريجان وناجاو، ريجان اند ناجاو ايزونزايمز. بنأكد كمان مرة التو ايزونزايمز هذول ابنورمال فراكشن، عادة بنلاقيهم في بعض حالات النيو بلازم،
حتى احيانا ممكن نسميهن اللي هو كارسينو بلاسنتال الكالاين فوسفاتيزز، لانه زي ما بنحكي اللي هي عباره او ايه سيميلار او مشتقات من الايه بلاسنتال ايزو انزيم الالكالاين فوسفاتيز يعني. وخلينا نشوف اللي هو الفريكوانسي بتاعهم اللي هو الفراكشن او الابنورمال فراكشن النجاو، سوري اللي هو ايه الريجن والنجاو، اللي تقريبا يمكن في بعض حالات التيومر بصل نسبتهن 3 ل 15%، وعشان كده مش هالنسبة العالية يعني لا يعتمد عليهن في ايه في تشخيص اللي هو بعض انواع التيومر، او لا يعتمد عليهن في الدايجنوسيس بمعنى اخر يعني. خلينا نحكي الريجن ايزونزامز هو الابنورمال، ممكن نشوفه في بعض انواع التيومرز في الكارسينومز على سبيل المثال زي مثلا اللانج، في البريست، في الاوفيريان، في الكولون، لكن بنلاحظ انه ايه هايست انسيدنس بكون اعلى ما يمكن في حالات الاوفيريان كانسرز او جاناكولوجي كانسر. طبعا جاناكولوجي اللي هو فرع الطب اللي بتعامل مع امراض النساء وبما فيه اللي هو البريجنانس يعني، بمعنى اخر اللي هو بنحكي عن الايه الامراض او التيومرز المتعلقه بالستات يعني. خلينا نقول طبعا اللي هو ايه اذا كنا زي ما بنحكي بالنسبه للحدوث بتاعه الانسيدنس يعني او النسبة ما بتزيدش عن 3 ل 15% من الحالات اللي مع تيومر، وعشان كده اللي نعتمد هنا نعتمد عليه في الدياجنوسيس، لكن لا اقل من انه ايه ممكن يفيدنا في حالات اللي هو فولو اب ومونترنج للثيرابي، يعني نشوف انه الثيرابي اللي بنعطى لواحد تيومر عنده مثلا بعض الكونديشن هذه بتحسن ولا لا يعني، او العلاج بيجيب نتيجه ولا لا. الايزونزايم الثاني اللي هو ناجاو ايزونزايمز اللي هو طبعا برضو شكل مختلف من ايه من الريجان ايزونزايمز، وخلينا نشوف انه ممكن ايش بنلاحظ في بعض حالات الميتاستاتيك كارسينوما خاصة في البلولار سيرفيس اللي هو السيرفيس او الغشاء اللي موجود حوالين التراكيا القصبة الهوائية واللانج يعني، بالاضافة للادينو كارسينوما اللي هو الابيثيلس او الكانسر اللي بيصيب الابيثيلس سيلز، بالاضافه للبنكرياس اند بايل داكت كارسينوما يعني. بالنسبه للاسي فور ذا انزيم طبعا زي ما بنحكي انه ايه ما هوش سبيسيفيك لسبستريت محدد، هو سبيسيفيك لرابطه اللي هي الستار بوند، عشان كده ممكن نستخدم تقنيات او تكنولوجيز كتير في عمليه الديترمينيشن او ديفرنت سبستريت، لكن الكومون خلينا نسميها اللي بنسميها الباورز اند ماكوم ميثود اللي هي بتعتمد على ايش الليبريشن للبارانيتروفينول اللي هو كرومج او كلر كلر كومباوند يعني، هاي الرياكشن اللي بحكي عن الحكايات باورز اند ماكوم رياكشن او الميثود لبارانيتروفين الفوسفيت، طبعا هاد كلر ليس كومباوند مع وجود الالكالين فوسفاتيز مع البي اتش اللازمه الالكالين بعطينا البارانيتروفينول بطبيعة الحال بالإضافة للفوسفيت، وهنا المركب هذا أو البارانيتروفينول عبارة عن كالرد أو يالو كالر بطبيعة الحال، وهنا الرياكشن عبارة عن كالروميتريك يعني الانتنسيتي للكالر في النهاية تتناسب مع اللي هو الاكتيفيتي أو الكونسنتريشن بتاعة الإنزيم يعني. بالنسبة للسورس اوف اورور أو الأخطاء اللي ممكن تحدث في الميجرمنت للألكالان فوسفاتيز ممكن بسبب الهيموليسيس، خلينا نقول سلايت اليفيشن يعني بيؤثر الى حد ما الهيموليسيس يعني، يفترض انه ينعمل التيست له as soon as possible، لانه احنا زي ما احنا شايفين activity of the alkaline phosphatase increase بحوالي 3 ل 10%، يعني ممكن اذا ترك عدة ساعات ما بين 4 او 25 تزيد الاكتيفيتي بتاعت الانزيم تقريبا 3 ل 10%، بطبيعة الحال لأنه كل ما عطينا استنينا بنعطي فترة انه ايه رابتشر او مزيد من الرابتشر للسيلز انه يصير، وبالتالي بيطلع الانزيم في السيروم عشان كده بيزيد يعني. حتى الدايت لأنه كنا بنحكي انه في اللي هو بلس سوري انتستينال ايزونزام موجود في الانتستين، عشان كده حتى الدايت ممكن يأثر كمان او يعطينا زيادة ممكن تصل ل 25% على نسبة اللي هو او الترو فاليو بتاعت الايه الكالان فوسفاتيز. هنا لما بدنا نحكي على الريفرنس رينج زي بنرجع بنأكد انه زي ما شايفين النسب هذه بتختلف من ميل لفيميل، بالاضافه لانه زي ما اتفقنا من البدايه اللي هو بالنسبه للاطفال هنلاقي الرينج اعلى زي ما احنا شايفين يعني ما بين 4 ل 15 سنه، هنلاحظ اللي هو النسبه اعلى ما بين او في الادلت سواء مقارنه بالميل او الفيميل
المسألة تتعلق، لأنه قلنا يعني بالنسبة للأطفال يعني عملية الأوستيوبويس شغالة كويس، وبالتالي في أكتيفيتي أو في زيادة في الإنزيم بيكون أكتر. يعني هاي الأرقام اللي موجودة بطبيعة الحال اللي بتحدد نسبته سواء في الأطفال إذا كان ميل أو فيميل، أو الميل أو الفيميل. يعطيكم العافية، وإن شاء الله المحاضرة الثانية بنلتقي في الأسيد فوسفاتيز. شكرا.